بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الحسن كان إذا رأى الصغار سنا كان يقول لهم: أنتم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين. يعني الإنسان في مدة من الزمن هو صغير، إما صغير عمرا أو صغير اجتماعيا، لكن هذا الصغير سيصبح كبيرا إذا كان صغير سن، يصبح في المستقبل كبير سن، وإذا كان صغير اجتماعيا يصبح في المستقبل كبيرا اجتماعيا. هؤلاء الوزراء، هؤلاء الرؤساء، هؤلاء الفقهاء، هؤلاء التجار، هؤلاء الشخصيات البارزة، هؤلاء كانوا في يوم ما صغار اجتماعيا لا يعرف لهم قدر وقيمة، ثم صاروا هؤلاء الشخصيات الكبار: الرئيس الفلاني، العالم الفلاني، الخطيب الفلاني، المرجع الفلاني، التاجر الفلاني. وعلى هذا المعد هؤلاء الشباب القاعدين هنا، هؤلاء فيهم ينطبق نفس الشيء. الآن هم صغار سنيا عمريا واجتماعيا، لكن في المستقبل يصبحوا كبار، كبارا عمريا سنيا إذا ما ماتوا وما قتلوا. أما أن يكونوا كبارا اجتماعيا هذا بأيدي أنفسهم: إنكم تتمكنون أن تخططوا لمستقبلكم إنسان عادي عطار رأس المحلة أو إمام جماعة في مسجد صغير يصلي خلفك، ترد 20 إنسان 15 إنسان، أو منبر صغير تصعد المنبر يجتمع تحت منبرك 20 إنسان 30 إنسان، من الممكن أن تخطط هكذا. ومن الممكن أن تخطط بالعكس، أن تكون إنسانا كبيرا وكبيرا اجتماعيا. فاللازم أن ينظر الإنسان لماذا يخطط ولماذا يفكر وكيف يريد أن يكون في المستقبل. التخطيط يجب أن يكون كبير، وهذا التخطيط الكبير لا للكبرياء والشخصية والأنانية وأن يذكر اسم الإنسان في كل مكان بشخصية. الإنسان الذي يفكر في أن يحصل شخصية لأجل أن يذكر اسمه هذا لم يفهم الحياة. الإنسان يجب أن يخطط تخطيطا كبيرا لأجل الله ولأجل الإسلام ولأجل الفضيلة والتقوى، حتى إذا لم يذكرك أحد، هذا مو مهم.
لا أن تخطط لأن تكون كبيرا لأجل السمعة والشهرة والمال والجاه والعزة واجتماع الناس حولك، فذلك كله غرور وأنانية. وهذا الإنسان جدير بأن يسقط، وإنما الإنسان يخطط تخطيطا كبيرا واسعا لأجل خدمة الإسلام والفضيلة والتقوى. الآن بعد أيام يأتي شهر محرم وشهر صفر، إني أظن أن هؤلاء الشباب الجالسون هنا الطلبة يجب أن يفكروا في أن يذهبوا إلى مختلف بلاد إيران ولا في الحسينيات، ولو لا لأجل المال وإنما لأجل التبليغ والهداية والدعاية. تقريبا أكو حسينيات بكثرة في مختلف بلاد إيران، كل اثنين ثلاثة يروحون إلى حسينية من الحسينيات لأجل الهداية، لأجل الترويج، لأجل الفضيلة، لأجل التقوى. حتى يتمكنوا من أداء بعض الرسالة الملقاة على عواتق الطلبة. أما ماذا يقولون هناك في الحسينيات وماذا هو التخطيط الكبير الذي يجب أن يبشروا به وماذا يجب أن تكون صفتهم وماذا يجب أن يكون هدفهم وماذا يعملوا هم لمستقبلهم؟ الكلام في هذه المواضيع. أما ماذا يقولون وما هي صفتهم وما هو هدفهم؟ الهدف الذي هؤلاء الشباب الطلبة يجب أن يبشروا به هو شيء واحد فقط، وهو حكومة 1,000,000,000 مسلم. لازم ينشروا هذا الشيء في كل مكان. يعني نحن المسلمين كانت لنا حكومة واحدة في زمن رسول الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استولى في زمانه على 5 حكومات في التخطيط الحاضر: الحجاز، اليمن الشمالي، اليمن الجنوبي، البحرين، الكويت. وذلك اليوم كويت أرض فيها عشائر مو كمدينة. الرسول سيطر على هذه الدول 5 في التخطيط لهذا اليوم، وكون الرسول حكومة واحدة. بعد ذلك نأتي حتى نصل إلى حكومة علي عليه الصلاة والسلام في زمان الإمامهم حكومة واحدة، وحكومة الإمام كانت بمقدار 50 حكومة من الحكومات الحاضرة الآن. يعني إيران أحدها، العراق أحدها، الكويت أحدها، البحرين أحدها، اليمن أحدها، الحجاز أحدها، مصر أحدها. ففي تخطيطنا الحاضر الإمام سيطر على 50 حكومة، وكان الإمام أكبر حكومات العالم في ذلك اليوم بيده. اليوم لنفرض حكومتان كبيرتان، لكن في زمان الإمام حكومة واحدة كبيرة في كل العالم وهي حكومة الإمام. الإسلام خطط لحكومة واحدة، الله واحد، الحكومة واحدة، المنهاج واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود ولا لأحمر على أبيض ولا لأسود إلا بالتقوى.
هذه الحكومة الواحدة التي كانت تحتها كيان المسلمين وعز المسلمين حطمت، قسموها تقسيم قطعة قطعة، كإنسان يقسموها قطعة قطعة، هذا بعد ينسى، رأسه مكان، رجله مكان، يده مكان، قلبه مكان، هذا مو إنسان، لا يفيد ولا يستفاد منه. الغربيون والشرقيون جاءوا وقسموا هذه الحكومة الواحدة الكبيرة إلى قطع قطع. يجب علينا أن يكون هدفنا إعادة هذا الشيء، يعني أنه مصر وإيران حكومة واحدة، باكستان والعراق ومصر وإيران حكومة واحدة، كلها حكومة واحدة، والتي الآن فيها 1,000,000,000 إنسان مسلم، أن يعملوا لأجل هذا الهدف في كتاباتهم، في منابرهم، في مناطقهم، في منطقتهم وفي منطقهم وفي اجتماعاتهم، فوق المنبر، تحت المنبر، مع أصدقاء، مع غرباء، نحن حكومة واحدة. كما أن الصلاة واجبة، إذا شفت فرد واحد ما يصلي وش وانت تتعجبون منه؟ أو خمر حرام، إذا شفت فرد واحد يشرب الخمر وش وانت تتعجبون منه؟ نفس الشيء، إذا رأيتم أناس ما يفهمون هذا الشيء، هؤلاء لم يفهموا الإسلام في الحقيقة، لم يفهموا القرآن وهو أول الإسلام. فيجب أن يكون الهدف قولا وعملا هذا الهدف. وإذا ذهبتم الآن إلى الحسينيات لازم هذا تقولوا، في القرآن موجود، في السنة موجودة، النبي طبقه، علي بن أبي طالب طبقه صلوات الله عليهما. هنا سؤال، هل هذا الشيء ممكن؟ يعني لنا حكومة واحدة ما فيها حدود، ما فيها سدود؟ نعم ممكن الجواب. نحن المسلمين الآن 1,000,000,000، وعندنا أكثر من 50 حكومة. الشيوعيون في الصين كم واحد هم؟ 1,000,000,000، عندهم حكومة واحدة، صغير هذا الشيء، وهم شيوعيون، نحن مسلمون، يعني الله لا ينصرهم، ما أعطى الوعد بنصرهم، والله أعطى الوعد بنصرنا، فهذا الشيء ممكن. كم سنة ممكن؟ ممكن 10 سنوات بعد، ممكن 5 سنوات بعد، ممكن 15 سنة بعد. هذا يجب أن يكون الهدف، ويجب أن يكون التبشير بهذا الهدف. أما الصلاة الناس يصلون، الصوم الناس يصومون، الحج الناس يحجون، هذا اللي أشياء معروف، وكل الخطباء يقولوا الخمر حرام، الزنا حرام، اللواط حرام، الاستمناء حرام، كل الناس يدروا. الشيء اللي الناس قليلا أو كثيرا لا يعرفونه أو مأيوسين منه، هذا الشيء الذي يجب أن نقوله. حسنا، إذا صار القرار هذا، هذا يحتاج إلى شيء فينا، ويحتاج إلى شيئين في عملنا. الشيء الذي هو فينا الأخلاقيات، يعني يجب أن يكون هؤلاء الإخوة الطلبة الجالسين هنا في غاية الأخلاق والنزاهة والفضيلة. هذا شيء كلش مشكل، 50 سنة لا تقول سب، 50 سنة لا تقول غيبة، 50 سنة متغضب، 50 سنة متكذب، 50 سنة متصيح،
50 سنة متعارك، هذا أخلاقيات يجب أن تكون فينا، ويجب علينا أن ندرب على هذه الأخلاقيات أنفسنا. مو أنه نقول لا أنا ما تمكنت، أنا ما تحملت، أنا أعصابي ما تتحمل، هذا الإنسان يتقد لا أكثر ولا أقل، وهذا الإنسان مقابل لأن يجري الله على يده تطبيق الإسلام في العالم، هذا مقابل أصلا. الله تعالى يحتاج إلى أناس طاهرين، أناس نظيفين، أناس صدوقين، أناس أمناء، أناس لا يعصون. الله يجري على أيدي هؤلاء. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: فلما علم الله منا الصدق أنزل علينا النصر. والله لا يخدع، بس من الناس يتصورون الله يخدع، لا الله لا يخدع. الله قال لموسى عليه الصلاة والسلام الكريم: يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير. فلوس مزيف توديه إلى دكان، هذا ما يعرف ليش يأخذ منك، لكن تجيب فلوس مزيف إلى فرد صراف، فرد بنك، كلش يفهم، هذا ما يعبر عنه الناقد، يعني اللي يأخذ فلوس منك. يا موسى أخلص العمل فإن الناقد بصير بصير، يعني خوش يدري، خوش يعرف، خوش يشوف. فقدرتنا على أن نسير أحكام الله تعالى في 1,000,000,000 مسلم، لننقذ أفغانستان من يد الشيوعيين، فلسطين من يد اليهود، مائر العراق من يد البعثيين، مصر من يد الكذائيين، وبلاد الإسلام من يد الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والصينيين. هذا يحتاج إلى فرد طهارة متزايدة فيكم. ومن عادة الله تعالى أن إذا فرد واحد نص الليل يطيع الله، كل أحد ماكو الله يري عمله، في القرآن هذا موجود: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، مو بس والمؤمنون. أنت في نصف الليل قمت وصليت صلاة الليل، كل أحد مو موجود، الله يقف فرد واحد من جيرانك هذا يمر على غرفتك ويسمع صوت قرآنك وصلاتك وينشر بين المجتمع، هذا قاعدة كلية. والعياذ بالله في نصف الليل إنسان عمل فرد عمل سيء مع صديقه، كل أحد مو موجود في الغرفة، الله يقف فرد واحد يمر من يم الغرفة ويسمع كلام وينشر بين الناس. يعني وأن الله ما يعرف، وأن الله ما يفهم، الله كل شيء يعرف بينشر أيضا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الناس هم يشوفوا، والناس ما يشوفوا أبدا، الناس يشوفوا دقيقة ما يشوفوا، لأن الله هو الضامن لأن يفضحك، والله هو الضامن لأن ينجحك. لذا يجب على الإنسان دائما أن ينظف نفسه، أن يطهر نفسه، ما يقول أحد ما يشوف، ما يقول أحد مو موجود. شوفوا زليخة ويوسف في القصة المشهورة اللي سامعها، في غرفة ملوك ومعزولين عن الناس، زليخة أرادت الفاحشة ويوسف أراد الطهارة، الله فضح هذه ورجح هذا، وإلى اليوم الآن 4,000 سنة. الله تعالى يضمن بالإنجاح وبالفضيحة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من الممكن أن الإنسان
مضى عنه شيء سيء فرضا، في قول، في عمل، في فكر، لازم من الآن يتوب ويكون قابلا لأن يقبله الله. هذا أن يكون قابلا لأن يقبله الله. فالقصة طويلة، على ما أريد أقول تلك القصة لأن مو علينا بهذه القصص. فرد أخوين اثنين كانوا، فرد واحد كان ضد الإمام الرضا، فرد واحد صديق الإمام الرضا. الإمام الرضا مضمون الحديث، قال لهذا الأخ الصديق للإمام الرضا، قال ذاك أخوك إلوش ما يجي عندنا كذا؟ قال يا ابن رسول الله هو يقول أنا ورع ومو ثابت عندي إمامة الإمام الرضا. الإمام الرضا قال له إذا هو ورع يعني يتقي، فأين كان وراءه على نهر بلخ؟ هو يجي أخو قل الأخي، قال قلت للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه هذا أخو لم يجي يمكم موالي لكم، يعني يقول أنا إنسان ورع تقي، أنا ما أدري هذا إمام أو مو إمام حتى أقلده. الإمام قال لي إذا هو يصدق أنه ورع فأين كان وراءه على نهر بلخ؟ بلخ فرد مدينة فوق أفغان تقريبا. هذا الأخ من قال لأخي هذا الكلام؟ أخوه وايد عجب، هو بتبين أنه عمل فاحشة مع امرأة على نهر بلخ، كل أحد مو موجود، حتى أمام الرضا يقول أخوه حتى ينشره، والآن ألف كسور سنة توسع هذا في كل المجتمعات. الإنسان إذا يريد هذا الهدف يجب أولا أن يكون طاهر هو بنفسه، يعني أنه يطهر نفسه، يكون عنده أخلاقيات اجتماعية. أما أنه يتعارك ويسيب وما يدير بال للناس وأخلاق سيء وما يحترم الناس ويتكلم على هذا وهذا وهذا وكل على أنه فيها الخرابيط، هذا الإنسان الله ما يقدمه. فنحن نحتاج في سبيل وصولنا إلى هدف، إلى هدفنا، أولا الصفات التي فينا نصلحها، إذا أصلحناها الله يجب إليه، لأن كل الأمور بيد الله، أزمة الأمور طرا، طرا يعني كلا، أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده، كل الناس إذا أراد المشي لازم يستمدون بالله تعالى، لأن الله هو ما يريد ما يصير. وإذا الله أراد مو معقول ما يصير، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ إذا الله أراد نصرة المسلمين كل أحد لا يقف أمامه، وإذا أراد الله ما أراد الله نصرة المسلمين كل أحد يتمكن يقدمه. وفي الحديث صانع وجها واحدا يكفك الوجوه، يعني روح ارتبط بالله، الله يكون عونك في كل الأمور وما يخلي أحد يتقدم إليك بسوء. صانع وجها واحدا يكفك الوجوه، فإذا أردنا هذا الهدف يجب أن نكون أولا نظيفين. في آية الكرسي ومستحب أن يقرأها الإنسان بعد كل صلاة، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله حسنا احنا بعد ساعة ساعتين روح ننام، الله ينام ابدا ما ينام. الله لا اله الا هو الحي
القيوم دائما قائم. فلازم الإنسان ينظف نفسه، واقعا ينظف نفسه. لا الله ما يجري علي، ما يصير شيء. الله ما محتاج لك، ما محتاج لك، ما محتاج لك. كل البشر الله مو محتاج. أنتم الفقراء والله هو الغني. كل البشر الله يضمهم بالبحر، كل شيء ما يصير. ويأتي الآخرين يجيب فرد 100 مليار غيركم. والله يقول وكان ذلك على الله يسيرا، مش مهم. فلازم أخلاقياتكم هذا هو يواظبوا عليها. يقنوا أنفسكم إيحاء نفسي بالأخلاقيات. يعني يوبي يقول أنا إنسان محب الخير للناس، أنا ما أصيح، أنا ما أفشر، أنا ما أسب، أنا ما أستغيب، أنا ما أتعارك، أنا أحترم الناس، أنا أتواضع للناس، أنا أسلم على الناس، أنا أقوم للناس. نقبلوا أنفسكم هذا التلقين على طول الخط. احترمتم الناس والناس يحترمونكم، ما احترمتم الناس شو يسوي الناس؟ بيحترمون. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن وهن الرجال فلن يهابه. احترمت الناس بس جرب باجر يطلع من مدرستك شوف بقال سلامنا عليكم، يوم ثاني سلامنا عليكم، يوم ثالث سلامنا عليكم، يوم رابع سلامنا عليكم، يوم خمس هو يسلم عليك. بالعكس اصنع جرب، مر على فرد بقال ويا بقال دكانك وسخ، هو شو يسوي؟ يقول اهلا وسهلا يا حياك الله، ويقول يبشرك. شو هذا حاجة؟ إذا احترمت الناس يحترمونك، إذا أهنت الناس يهينونك. طبيعة الحياة. لا تأخر عشاي، أنا ما أروح مكان، أنا هذا الشخص أصغر مني، لازم هو يحترمني مو أنا أحترمه، لازم هو يسلم علي. الناس ما يفهمون، الناس حمية، الناس عوام، هذن يرد عليك بالسوء. الكرة ذبها على الحائط يشده، شنو يصير؟ ترجع رد فعل. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن وهن الرجال فلن يهابه. يعني أنت باحترامك للناس تحترم نفسك. حتى الرسول يقول إذا دخلتم البيوت فسلموا على زوجاتكم. وقت اللي كنا في بعض البلاد الأخرى وقت اللي يجيب اسم المرأة يقول تكرم بنتي أو تكرم زوجتي، يعني كأن زوجته حمار. تكرم تكرم شو؟ هي بشر أنت بشر، ومو معلوم أنت أفضل عند الله وهي أفضل عند الله. احترم الناس حتى يحترموك، تواضع للناس حتى يتواضعون لك. شو طبيعي؟ غرور كبر هذني كلش مزين. الإنسان يصير مغرور، أربع كلمة علم يعرف أو أربع كلمة منبر يعرف أو أربع كتاب كاتب، يصير مغرور. هذا الإنسان يحط في الاجتماع. تأكل في الحديث لا يرد الكرامة إلا الحمار عن الإمام الموهب. يعني فرد واحد يجيب لك شاي ما يخلص، لا ما أشتهي كذا شيء، فضل هنا وفضل لا ما أجي هنا. مع العائلة، مع الأم، مع الأب، مع الجار، مع الصديق، إذا صعدت بالمنبر. حتى أكون في الحديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام وهو النبي أولي العزم غسل أرجل تلاميذه، قال يا روح الله أنت تغسل أرجلنا؟ قال نعم، حتى تفعلوا بالناس من بعد مثل هذا. يعني تصوروا أنتوا صرتوا حواري عيسى وشخصية وناس لازم يصفقون لكم ويقبلون أيديكم وأرجلكم. إذا تريدون تقديم بلادكم وعبادكم، يعني عباد الله تعالى المرتبطين بكم، لازم عليكم حتى تغسلوا أرجل الناس. إذا عندك هالشكل قابلية فضل،
إذا ما عندك هالشيء في القابلية نقم، ولن تستطيع الحلم. الشعر يقول حتى تحلم، يعني لقن نفسك الحلم حتى تصير حليم، لقن نفسك التواضع حتى تصير متواضع، لقن نفسك حب الخير للناس حتى تصير محب الخير، اركض في حوائج الناس حتى تكون خادما للناس مو أن سيدا للناس. الناس ما يحتاجون إلى سيد، الناس يحتاجون إلى خادم. إذا أردنا الهدف وهو حكومة 1,000,000,000 مسلم، نحتاج إلى شيء في أنفسنا وشيئين في عملنا. هذا هو الشيء في أنفسنا، الأخلاقيات، حتى كل واحد اللي يشوفه نعم الزوج هذا الرجل، نعم الأب هذا الرجل، نعم الطالب هذا الرجل، نعم المدرس هذا الرجل، نعم المؤلف هذا الرجل. يعني الناس يحبوها، شايفين انتم تدخلون السوق تشوفون فاكهة اكل طبعا رقي، تشوفون يا رقي اللي احسن تروحون ذاك تشتروا. اذا تريدون تجيبون خطيب، تشوفون يا خطيب اللي احسن تجيبوه، التمثيل احسن. والله في القرآن الحكيم يقول يأمر قومك يأخذوا بأحسنها. شايف أنه رقي زين أكو، رقي مزين أكو، تروح تشتري رقي مزين ما قادش، تروح تشتري عنب مزين ما قادش، التمثيل زين، العنب الزين نبيد، والرقي الزين نبيد، والملابس الزين نبيد، والبيت الزين نبيد، والزوج الزين نبيد، والسيارة الزينها لازم أحد زينه، بس كل زين إلنا وإحنا مو زينين، ما يصير. هذا الشيء الذي في أنفسنا. أما الشيئان الذي هو مقدمة لحكومة 1,000,000,000 مسلم، بعدما وفرنا في أنفسنا هذا الشيء، ها شيئان. الشيء الأول التوعية العامة، يعني نعطي وعي عام 1,000,000,000 مسلم. الآن أنتم يقارب 50 واحد ما شاء الله، كل واحد منكم قادر على أن يؤلف 300 كتاب. قادر، عندكم شباب، عندكم ياد ما شاء الله، نور موجود، قلم موجود، 50 في 300 كتاب إيش كثر يصير؟ 15,000. من كل كتاب يطبع 100,000 إيش كثر يصير؟ 15,000 100,000 مليار ما أكثر يصير. يعني فقط هالجماعة الجالسين هنا بإمكانهم أن يشعلوا 1,000,000,000 شمعة في العالم الإسلامي، لكن على شرط ليل نهار لازم يشتغلون، ليل نهار لازم يشتغلون، مو إنسان تنبل، مو إنسان يروح للقعدة يسولف حكي عادي، لا يشتغل ليل نهار. عندنا يقين تقرون تبصرة في المدرسة، وقسم منكم قارون تبصرة، هذا مؤلفه هو العلامة الحلي، مؤلف 1,000 كتاب وهو ما يقارب قبل 800 سنة، وهو كان يؤلف وهو راكب على حمار أيضا، وكل يريد يسافر من مكان إلى مكان راكب على حمار دابة ويؤلف. وهذا تمكن على بعض التواريخ أن يؤلف 1,000 كتاب، يعني إذا تخلي فيها الغرفة كل الغرفة تمتلئ بكتب العلامة الحلي. فنحن بحاجة، أما أن الإنسان يسوي قعدة وحكينا مربوط وهذا يوم الجمعة نروح للتفريح، لنا مربوط روح للتفريح ما يخالف، تمشي ما يخالف، لكن في نفس التمشي هم فكر، في نفس التمشي هم وياك قلم واكتب مذكرات اللي تتذكر فيه. هو هذا التبصر اللي شايفيه هذا علامة الحلي كتبه في أسبوع فقط، يقين كلكم سامعين بشرح اللمعة، اللمعة متن الشرح اللمعة هذا
هذا ألفه الشهيد الأول في السجن في 3 أيام فقط، وبعد ذلك قتلوه. في قصة طويلة في أحوال الشهيد الأول صاحب اللمعة، الشهيد الثاني صاحب شرف اللمعة. فشيئان في عملنا، الشيء الأول التوعية العامة، إعطاء الوعي. الآن تروحون إلى حسينيات في محرم، حسينيات لا مجالس، صادقوا الناس. شفتوا في الإنسان صديق طيب، قولوا له تعال نريد تطبع فرق 10,000 كتاب، 5,000 كتاب، من كتاب منه أي مؤلف اللي كان، أنا ما علي المؤلف منه، مو مهم. كتاب زين يكون. أنت تعال تبرع، أنت هذه الفلوس، إحنا نطبع ونوزع. أو أنت اطبع إحنا نوزع. أو أنت اطبع ووزع. قولوا الأصدقاء اللي شفتوهم في أصفهان، في ياس، في همدان، في شيراز، في قزوين، في أي مكان اللي كنت، في طهران. أكو فرد صديق عندنا في قوم، هو قال لي، هو طالب علم ديني، قال لي أنا إلى هسه 20 مليون كتاب ناشر، 21 مليون، أنتوا 50 كل واحد منكم 20 مليون، إيش كثر يصير؟ يصير 1000 مليون. يعني إذا عدد كل مسلم أنتوا كتاب. وهذا اللي أقوله هنا هو موجود، لما أريد أسمي لعله ما يحب، يجي صلاة الجماعة، يروح حضرة، يروح حاج، يروح سفر، يروح مجالس قراية، كل مكان موجود هو أيضا، لكن يألف. 20 مليون كتاب هو موزع. أنتوا 50 واحد ينفروا تصيرون إيش كثر؟ 1000 مليون أنتوا بإمكانكم. وهو متزوج وعنده دار وعنده أولاد وكل شيء عنده، أنا عاجز، لكن عنده همة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: يطير المرء بهمته كما يطير الطائر بجناحيه. عندك همة تطير، ما عندك همة. التوعية بسبب الكتب، لكن التوعية عامة، أن يهتموا على طول الخط، لا حتى لا فرد تاجر في طهران، في خراسان، في إصفهان، في أي مكان اللي كان، تكلم وياه يقول عندك أنت ثلث، وقف ثلثك لطبع الكتب، بنشرها بين المسلمين. واحد قبل أسبوع كان جايني من فرد مكان كلش بعيد في إفريقيا اسمه جزر القمر، قال في جزر القمر حتى قرآن مو موجود، أهالي مسلمين لكن حتى قرآن مو موجود، وإنما كل كتب الفرنسية موجودة. يمكن من هنا إلى جزر القمر 15 ساعة بالطائرة، ما أدري أكثر أقل، كلش بعيد. هو كان رايح هنا وكان جاي. الشاهد على أنه فأحد العملين التوعية، إعطاء الوعي. قلت لكم الوعي صلاة، صوم، حاج، حرمة خمر، هالأشياء مشهورة عند الناس. أما الوعي الاقتصادي مو مشهور، الوعي السياسي مو مشهور، الوعي الاجتماعي مو مشهور، الوعي يجب أن نكون حكومة واحدة مو مشهور. هذا الوعي اللي لازم يطول الناس في الكتب، في الخطابة، في الاجتماع، أحوال أمير المؤمنين، أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخوة الإسلامية، وجوب الإنقاذ عن يد الغرب والشرق. هل أشياء لازم نطيل الناس، لكن باللين مو بصعوبة. الله أرسل موسى إلى فرعون، وفرعون رجل يقول أنا ربكم الأعلى، ويشق بطن النساء شيء، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. مع ذلك الله قال له، هو وهارون أخوه نبيان، قال قولا له قولا شنو؟ لينا، بهدوء، باللطف، باللين، بعنف. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة لو وضع الرفق
على شيء زانه، ولو وضع العنف على شيء شانه. العنف أو الخرق مقابل الرفق. في حديث آخر النبي قال لإنسان إن هذا الدين رفيق فأوغل فيه برفق، يعني أدخل فيه برفق بالهدوء بالبلاينة بالقول الحسن، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هم أجي سبك خلص لازم يكون في جسمك أعصاب، هذا طلع من جسمك أعصاب ضده. قول أنا إنسان لين، أنا إنسان هادي، أنا إنسان عاقل، أنا إنسان ملائم، أنا إنسان حازم، أنا إنسان أنظر الهدف. دائما يقن نفسك هذه الأشياء. الشيئان العمليان أحدهما التوعية لألف مليون مسلم، الشيء الثاني التنظيم. لازم ننظم أنفسنا تنظيم، مو بس تنظم العراقيين أو الإيرانيين أو البحرينيين، لا تنظيم عام لكل المسلمين من القاهرة إلى كراتشي من طنجة إلى جاكرتا. نظم تنظيم. الغربيين جاؤونا بالتنظيم، عندهم تنظيم. الشيوعيين عندهم فرق تنظيم جدا واسع، ما يقارب 12 مليون أو 25 مليون منظم أكو في الاتحاد السوفيتي. في الصين الشيوعية أكثر من 25 مليون منظم أكو. في إسرائيل 5 ملايين منظمين، الصهاينة يعني داخل إسرائيل وخارج إسرائيل هم منظمين كلهم. قرأت في فائد مقال حول البلاد الأوروبية وأمريكا، يقول عندهم 50 مليون منظمة تنظيم قوة، ويعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلازم احنا اي مكان اللي كنا يجب ان ننظم انفسنا. الله الله الى ان قال عليه الصلاة والسلام الامام امير المؤمنين والنظم امركم، النظم امركم. أنتوا 50، كل واحد يجيب واحد يصيرون 100، كل واحد يجيب واحد يصيرون 200، كل واحد يجيبون واحد يصيرون 400 800 1600. بعد شوية شوية صعدت فرد مرة يصير إلى ملايين. يعني التصاعد اللي أكو تصاعد شنو؟ هندسي، مو تصاعد عددي. تصاعد عددي يعني 1 2 3 4 5 6، هاي تصاعد عددي. التصاعد الهندسي يعني 2 يصير 2 يصير 4، 4 صاروا 8، 8 صاروا 16، يتوسع. أخلاقياتنا، ما هو هدفنا؟ أخلاقياتنا، توعيتنا، تنظيمنا، هذا 4 أمور. ترد أمر خامسا صغير أقول لكم، وهو أنه أنا أشوف أنتوا الشباب الموجودين هنا، أي واحد منكم لتبقون في هذه البلاد، ما أقصد لتبقون في إيران، لا لا إيران لا شرق الأوسط، هالأماكن اللي تبقون هذا الشيء بعد دراستكم، ما أقول اليوم لا أبدا. روحوا في بلاد الله الوسيعة لأجل الهداية والإرشاد، في بريطانيا، في فرنسا، في هونغ كونغ، في يابان، في أمريكا، في ألمانيا الغربية، في أي مكان، إيطاليا، حتى كل واحد تكونون مشاعر للهداية هناك. فرد رجل مسلم واحد في أمريكا أسلم على يده كم واحد؟ 3 ملايين. لما مات خلفت 3 ملايين مسلم. احنا كنا في الكويت قبل 5 سنوات ومات 3 ملايين اسلم على يده. اما انتوا شو مسوين؟
أنا شو مسوي فيك؟ أليس من الأحسن تروحون إلى تلك البلاد حتى يسلم ملايين الناس على أيديكم؟ إلا لازم حسينيات في قم وفي كربلاء وفي حلة. لا، افتح حسينية في أقصى الأرض. واحد قبل يوم كان جاي عندي فرد واحد سوداني قال تقريب كلامه، قال منذ 10 سنوات المسيحيين صنعوا في السودان 1,000,000 مسيحي في 10 سنوات. أما أنت كم واحد مسوي مسلم؟ قلت هذا الشيء الآن مو وقتها، لكن لعلم أقول، لعلمكم أقول، أرض الله واسعة، كل مكان أكو فلوس وكل مكان أكو حرية وكل مكان أكو تبليغ وكل مكان إذا مو متزوج أكو زوجة وكل مكان أكو رزق لله تعالى، تروح أي مكان اللي، لكن على شرط في هالخط تمشي، خط التبليغ، خط الإرشاد، خط جمع الناس حول التقوى والفضيلة، خط بناء الحسينية والمسجد والمدرسة، هالخطوط أعمل هالخطوط. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. هاي آية في القرآن، الله يقول الذي يهاجر في سبيل الله هذا يرى في الأرض هواي مكانات ويشوف هواي سعة، مراغما كثيرا وسعة. هذا الشيء أيضا يجب علينا أن نسعي لأجله. شفنا خطيب، شفنا عالم، شفنا مهندس، شفنا كذا، أروح في الخارج بلغ، كلم، انشر الإسلام، انشر الفضيلة والتقوى. أرض الله مو محصورة لا في العراق لا في إيران لا في مصر لا في باكستان، كل مكان أرض الله تعالى. والله يوفق هؤلاء الناس الذين يخرجون من بلادهم في سبيل الله، الله يوفقه على شرط يبقىها، على شرط مو أنه يصير تاجر هناك، لا لا، يصير تاجر للإيمان والفضيلة والتقوى، على قول القرآن الحكيم يقول تجارة لن تبور، يعني تجارة دائمة، هذه تجارة الإيمان والفضيلة والتقوى. الهدف الأخلاقيات، الصفات النفسية، التوعية، التنظيم، وأخيرا الهجرة في سبيل الله إلى مختلف البلاد. أنتوا الآن شباب، أنا فريدكم الشاب مثلكم، ولعلكم تذكرون قبل 10 سنوات، 8 سنوات، 7 سنوات، أكثر أقل، تلك الأيام ذهبت. هالأيام اللي الآن هم موجودة كلها تذهب. تريدون شنو أنتوا؟ كلكم شياب شيوخ ما يتمكن يمشي. يا قوم قد حوقلت أو دنوت وبعد حيقال الرجال موتوا. إنسان لازم هالعمر اللي عنده الآن والشباب اللي عنده خش يصرفه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن شبابه في مأفنى، شبابك شنو صار، وعن عمره في مأفنى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. نسأل الله أن يوفقكم جميعا ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويمنحنا حكومة 1,000,000,000 مسلم إن شاء الله تعالى، ويجعلنا حقيقة كما يحب ويرضى، وأن يوفقنا إن شاء الله لإنقاذ المسلمين من أياد المستعمرين والكافرين بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك،
القادة إلى سبيلك وترزقنا كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.